الصاروخ أفانغارد الذي أعلن بوتين قبل 10 أيام تقريبا عن نجاح الجيش السوري في اختباره بقدرة فائقة، إلى أين سيوجه وما هي الحاجة لامتلاكه برأيك؟ إنه صاروخ استراتيجي يهدف لرد فعل تجاه أي صاروخ باليستي في أي منطقة في العالم كما قال السيد بوتين. والبنتاغون أكد بأنه ليس هناك دفاع وسيلة دفاعية ضد هذا الصاروخ، وأعتقد أن هذا الصاروخ كان الأساس في وجوده لأن السيد ترامب والسيد بولتون قرروا بإعادة بدء السباق التسليح مرة أخرى مع روسيا والدخول مرة أخرى في حرب باردة للمرة الثانية، وهذا تطور غير محمود لأن هناك العديد من الأمور بين واشنطن وموسكو يمكن التعاون بصددها بدلا من الصدام. إلى أين يعني مثل هكذا صاروخ إلى أين ممكن أن يوجه سيد مايكل؟ يمكن استخدامه في أي منطقة في العالم، فلديه القدرة لديه القدرة على أن يتم إطلاقه من أي موقع، وبهذه السرعة التي تم رصدها فهو يبلغ 20 ضعف من سرعة الصوت، والولايات المتحدة ليس لديها أي نظام صاروخي باليستي قادر على استهداف مثل هذا الصاروخ إذا ما أرادت. وبالتالي هو وسيلة دفع وسيلة ردع وليس هناك وسيلة دفاعية لمواجهته، ويمكن أن يتم نشره في أوروبا، وربما موسكو تخشى بأن يكون هناك تهديدات نووية. ليس هناك وسيلة دفاعية حتى الآن من بين الوسائل الباليستية، وأيضا إدارة أوباما كما أشارت التقارير من قبل في مواجهة بالنسبة لإيران والتعاون بين البلدين، فأي نظام باليستي يتم نشره في أوروبا يمثل تهديدا لروسيا. لهذا قامت موسكو باتخاذ القرار بخطوة في هذا الصدد، ليس فقط لتطوير أفانغارد ولكن أيضا جيل جديد من الأسلحة والنظم التسليحية، والتي يمكن أن تمثل بشكل أساسي سباق تسليح. وأنا أعتقد أن ذلك يأتي في وقت يمثل تكلفة كبيرة بالنسبة لروسيا والولايات المتحدة على السواء، ولماذا هناك حاجة لمثل هذا السباق التسليحي وعلى الرغم من إمكانية التعاون فيما بينهما.